المنتخب، لان احنا عايزين المنتخب يركز، لان عنده تحدي مهم قوي من خلال مباريتين سواء مع كينيا او مع فريق او منتخب جزر القمر في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021. فبالتالي عايزين بس ندعمهم ونساندهم، نساند الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، ونساند لاعبي منتخب مصر بعد كمان اعلان القائمه بالامس 32 لاعب بالاضافه للمحترفين. بالمناسبه المحترفين مكملين في المعسكر كله لانهم هيجوا قبل اول مباراه بثلاث ايام، فمش طبيعي ان انت هتجيب السبعه او السته، سته محترفين، وهتمشي حد منهم قبل اول مباراه رسميه امام كينيا في مصر ثلاث ايام. فبالتالي هم مكملين خلاص المعسكر كله، وهيتم استدعاء او الاستعانه ببعضهم في المباريات سواء مع كينيا او مع جزر القمر. وفي الحقيقه السته مميزين جدا جدا بما فيهم محمود عبد المنعم كهربا، لان الكلام كتير جدا على كهربا خلال الفتره اللي فاتت، وفي الحقيقه كلام مش في محله اطلاقا. لان البعض بيتكلم، لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر ما تتكلمش عن انتماءات، كهربا مشي جمهور الزمالك زعلان منه، كهربا هيروح فين، الكلام ده لسه اصلا مش محدد. فبالتالي لازم لما تيجي تتكلم تتكلم في مصلحه المنتخب. كابتن حسام بدري امبارح كمان اتكلم في موضوع كهربا، قال كهربا لعيب مهم جدا جدا وانا مقتنع بيه اقتناع تام. فبالتالي احنا عايزين نشوف هو اللي هيقدر يثبت نفسه خلال المعسكر، هل نستعين بيه في المباريات ولا ما نستعينش، كله مترتب على كهربا نفسه. لكن لعيب عنده مقاومات طبعا رائعه، لعيب مميز جدا جدا يعني. فنتمنى له هو التوفيق سواء هو او كل زمايله المحترفين وكل اللاعبين المحليين اللي تم ضمهم لمنتخب مصر. دي جزئيه غايه في الاهميه.